فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اتخاذ الكبك من الفضة بالنسبة للرجل هل هو جائز؟ إيش؟ اتخاذ الكبك من الفضة. الكبك؟ الكبك. إيش الكبك؟ الزارير التي تكون في الكم. إيش؟ الزارير تكون في الكم. إيه. من الفضة؟ نعم، يقول من الفضة. يجوز ما دام يجوز الخاتم من الفضة فلا بأس. نعم.